كشفت صحيفة ديلي صباح التركية أن ساعة الصحفي السعودي جمال خاشقجي من نوع أبل سجلت بعض وقائع تعذيبه والتحقيق معه. وأشارت الصحيفة إلى أن الملفات التي سجلتها ساعة خاشقجي موجودة لدى السلطات التركية، وأضافت أن فريق الاغتيال السعودي حاول حذف بعض الملفات التي سجلتها ساعة خاشقجي، لافتة إلى أنهم استطاعوا الوصول إلى هذه الملفات عبر استخدام بصمات خاشقجي، لكن هذه الملفات تم الاحتفاظ بنسخة منها لدى خاصية التخزين السحابي آي كلاود التي توفرها هواتف أبل وساعاتها عادة، ويتم من خلالها الاحتفاظ بنسخ من المعلومات المخزنة عليها لاستخدامها في حالة تلف الجهاز أو فقدانه. نفى وزير الداخلية السعودي عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود الاتهامات الموجهة لبلاده بإصدار أوامر بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وأكد إدانة المملكة واستنكارها لما يتداول في بعض وسائل الإعلام من اتهامات زائفة بحسب تعبيره. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عنه قوله: إن السعودية ملتزمة بالأعراف والمواثيق الدولية. وكان وفد من السعودية قد وصل أمس إلى تركيا في إطار تحقيق مشترك في اختفاء خاشقجي. ياسين أقطاي مستشار الرئيس التركي قال إن الجهات الأمنية التركية أوشكت على الانتهاء من التحقيقات في قضية خاشقجي، وإنها تنتظر الوقت المناسب لإعلان نتائجها. المزيد من المعلومات ينضم إلينا مراسل ميادين في إسطنبول محمود واثق. محمود صباح الخير. إذن الجهات الأمنية التركية أوشكت على الانتهاء من التحقيقات، هل سربت أي معلومات جديدة فيما يتعلق بقضية الصحفي جمال خاشقجي؟ صباح الخير. يعني حسب المعلومات التي تنشرها الصحف التركية، كيف أحكي؟ نعم محمود تفضل. إذن فقدنا الاتصال بمراسلنا محمود واثق في إسطنبول، ربما نحاول الاتصال به من جديد. نعود إلى سياق النشرة، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لم يتحدث مع العاهل السعودي الملك سلمان، لكنه سيتصل به قريبا مع تزايد التساؤلات بشأن اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي. سأتحدث مع الملك السعودي قريبا جدا، إنهم يبحثون بجهد كبير وبسرعة. الكثير من الناس يتطلعون إلى معرفة ما حدث في القضية، لأن من المحتمل أن يكون وضعا فظيعا حقا، لذا سنرى ما سيحدث. وفي أول تعليق فرنسي على اختفاء خاشقجي قال الرئيس إيمانويل ماكرون إن الأمر خطير ومقلق جدا، وأكد في مقابلة مع قناة فرانس 24 أنه سيتابع الموضوع مع المسؤولين السعوديين والأتراك في الأيام المقبلة. الوقائع المطروحة خطيرة، بل وخطيرة جدا، لذلك أنتظر أن تكتمل الحقائق وتتضح على نحو كامل، لكن فرنسا تتمنى بشدة القيام بكل شيء من أجل الحصول على الحقيقة الكاملة بشأن هذه القضية التي تبدو عناصرها الأولى مقلقة جدا وذات طبيعة خطيرة. في الأثناء كشفت صحيفة ياني شفق التركية عن وجود تسجيلات تثبت تخدير الصحفي السعودي جمال خاشقجي قبل مقتله، وقد نقلت الصحيفة عن مسؤول تركي قوله إنه جرى تقطيع جسد خاشقجي ونقل أجزائه بواسطة حقائب كبيرة الحجم إلى منزل القنصل السعودي. وأكدت الصحيفة أن فريقا سعوديا قام بمسح الأدلة من موقع قتل خاشقجي، مضيفة أن القنصل السعودي محمد العتيبي يعيش حالة من الفزع بعد العملية ويمكث في منزله منذ أيام. إذا نعود من جديد إلى مراسلنا في إسطنبول محمود واثق للحديث أكثر عن آخر المعلومات حول قضية الصحفي جمال خاشقجي. محمود تفضل. نعم، يعني كنا نتحدث عن آخر المعلومات أو ما نشر جديدا في بعض الصحف التركية، تحديدا في صحيفتي صباح التركية وصحيفة ياني شفق، وهما صحيفتان مقربتان من الحكومة التركية، تحديدا من حزب العدالة والتنمية، وبالتالي كل المعلومات التي تنشر في هاتين الصحيفتين تعتبر رواية شبه رسمية من الحكومة التركية التي تمرر هذه المعلومات لهذه الصحف المقربة إليها، وبالتالي يعتبر هذه الروايات شبه رسمية. ما نشر في صحيفة ياني شفق أو في صحيفة صباح هي رواية متطابقة لما كان يتداول
في أوساط السلطات التركية منذ اليوم الأول من اختفاء الكاتب السعودي جمال خاشقجي منذ أن دخل قنصلية بلاده في إسطنبول. كانت أصابع الاتهام توجه إلى الفريق السعودي الذي وصل في ذلك اليوم المكون من 15 سعوديا حسب السلطات التركية، أن هذا الفريق كان وصل إلى إسطنبول خصيصا لتنفيذ المهمة وهي مهمة تصفية الكاتب السعودي جمال خاشقجي. ما تقول الصحيفة هي رواية تطابقت أيضا مع ما قاله مدير بيت الإعلاميين العرب الذي كان يتواصل مع جمال خاشقجي ومع خطيبة خاشقجي منذ الساعات الأولى. إذن هي رواية شبه متكاملة وشبه رسمية إن صح التعبير من السلطات التركية، التي تقول بأن هذا الفريق السعودي انقسم إلى قسمين، قسم منه دخل إلى القنصلية السعودية في الساعات الأولى من تواجد خاشقجي، وبالتالي تم استجواب وتعذيب ومن ثم قتل الكاتب السعودي جمال خاشقجي، وغادر بعد ساعتين من تنفيذ المهمة، ثم جاء الفريق الثاني لمسح الأدلة والإثباتات الموجودة في موقع وقوع الحادث في داخل القنصلية السعودية، وأنه تم نقل أجزاء من جثة خاشقجي عبر حقائب كبيرة تم شراؤها من منطقة معينة في مدينة إسطنبول. هذه الأجزاء بعضها دفنت في داخل القنصلية السعودية وبعضها الأخرى نقلت إلى عبر سيارات دبلوماسية إلى منزل القنصل السعودي. هذه الرواية أيضا تعززها ما تقول خطيبة جمال خاشقجي خديجة تشنجيز التي تحدثت إلى وسائل الإعلام بأنها رافقت خاشقجي إلى باب القنصلية السعودية ومن ثم لم يغادرها. طبعا رواية السعوديون إلى الآن ينفون هذه الرواية ويقول أنه لا صلة للقنصلية السعودية بموضوع الاختفاء. فيما يتعلق بمسار التحقيقات أو مسلسل التحقيق الجاري حتى الآن، هناك فريق سعودي وصل يوم أمس إلى أنقرة ومن ثم توجه إلى إسطنبول. هذا الفريق يتكون من 11 شخصا سعوديا دخلوا القنصلية السعودية في إسطنبول لساعتين فقط ثم غادروها، وبالتالي هناك تنسيق يجري الآن بين الجانب السعودي والتركي للخروج بصيغة مشتركة ربما، والاستعداد للإعلان الرسمي لنتائج التحقيقات. هل من معلومات عن موعد الإعلان عن نتائج تحقيقات محمود؟ لم يحدد حتى الآن موعد إعلان النتائج الرسمية، لكن النيابة العامة هي التي ستعلن هذه النتائج. نحن نتوقع يعني خلال الأيام ربما يتم الإعلان، لكن الجميع هنا يتفق أو كل الخبراء يتحدثون من أن هناك ترتيبات سياسية ربما تجري بين تركيا والسعودية، وتركيا حريصة على عدم التصعيد مع الجانب السعودي فيما يتعلق بهذا الموضوع، لكن ربما هناك كما قلنا أن ترتيبات سياسية بين البلدين وأطراف دولية أخرى التي تعتقد بأن الكاتب السعودي قتل في القنصلية السعودية في إسطنبول. مراسلنا في إسطنبول محمود واثق، شكرا جزيلا لك. رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو قال إنه سيواصل الضغط على السعودية بشأن حقوق الإنسان رغم الخلاف الدبلوماسي بين البلدين. ترودو أكد أن بلاده ستواصل إثارة مسألة حقوق الإنسان مع السعودية في كل مرة يجري الاجتماع فيها مع القيادة السعودية، وشدد على ضرورة التحدث بوضوح وقوة دفاعا عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي يبعث على القلق، وهذا الأمر نتشارك فيه مع حلفائنا حول العالم فيما يتعلق في هذه القضية. من الواضح أن هناك الكثير والكثير للكشف عما حدث هناك، لذا لن أعلق كثيرا على هذا الموضوع. بخصوص مسألة حقوق الإنسان، كان من المفترض أن يعرف السفير السابق أننا نقوم بمساعى دبلوماسية كبيرة مع السعودية منذ سنوات عدة بشأن حقوق الإنسان. سنواصل إثارة المسألة في كل مرة تتاح لنا فيها الفرصة.
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن القس الأمريكي أندرو برانسون سوف يصل إلى قاعدة عسكرية قرب واشنطن اليوم ويزور البيت الأبيض على الأرجح في اليوم نفسه، وأشار إلى عدم وجود صفقة مع تركيا بشأن رفع العقوبات الأمريكية مقابل الإفراج عنه. وكان برانسون غادر تركيا إلى ألمانيا ثم الولايات المتحدة بعدما أفرجت تركيا عنه. القس الأمريكي أندرو برانسون مفكر